আপনি গাড়ি ঘুষ সেই জায়গাটা দিন। नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं बोले यहाँ पे, हाँ नेटवर्क नहीं बोले यहाँ पे। हमारे पास से हमारा इंतजाम कर लेते क्या है। चल निकाल जल्दी से। اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله اللهم إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنشر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسى من أتى اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تدع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك أولانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلق والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم أنت الله الرؤوف الرحيم أنت الله الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكفاتك
اللهم إن قلوبنا ونواشينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزل منا صالح ما أتيتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآتنا ولا تحرمنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وجل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وجل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وجل الموت راحة لنا من كل شر. وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره، اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کے مالوں کی جانوں کی آبروں کی دین ایمان کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما دے، ہر جگہ حفاظت فرما دے، ہر خیر سے مالا مال فرما دے، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما. اس دین کی اس نقل و حرکت کو اپنے قلم سے قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اس کی تمام رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ تیرے دین کے کاموں کے لیے مخلصین کو، مستخلصین کو جمع فرما دے. اے اللہ تیرے کاموں کے لیے مخلصین کو، مستخلصین کو جمع فرما دے، اور ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ. اے اللہ تیرے دین پر ہمیں صحیح عقیدے کو جمنے والا بنا دے. مرنے کا وقت آوے تو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، موت اور مابعد موت میں ہمارے برکت مقدر فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے
ہمارے محتاجوں کی مدد فرما، ہمارے دینوں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے، جو نادائی طور پر محفوظ ہے، یا اللہ عافیت کے ساتھ ان کو بری فرما. امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبروں کی، دین ایمان کی، اس ملک میں خصوصاً سارے عالم میں پوری پوری عبادت فرما. اے اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرما، موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ اے اللہ تو ہمیں جمنے والا بنا دے. جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا یا وہ دعاؤں کے امیدوار رہے کہنے پائے ہیں، اے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما. اس اجتماع کو قبول فرما، اس اجتماع کو قبول فرما، اور پورے عالم میں خیر کے پھیلنے کا اور شر کے مٹنے کا اس کو ذریعہ فرما. اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، ایک ایک فرد امت کو اپنے کرم سے نواز لے، اور موت تک سب کو اخلاص کے ساتھ چلنے چلانے والا بنا دے. جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، دشواریاں ہیں، اے مولا اپنے کرم سے آسان فرما دے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اور سب کے راستے جتنی چیزیں پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے اے مولا ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. بھائی سکون اطمینان سے جائیں.